تلقط الزباله، شايله الهكيس مال الزبايل، مره عمرها 70 سنه. تحت الشمس الحاره مسنه تثير تعاطف الماره، متجاهله سنها في البحث عما كتب من رزقها، حصدت تفاعلا كبيرا وجدلا واسعا حول ما تقوم به. فما القصه؟ شوف شو تلقط ساعة بثلاثة الظهر، 70 سنة عمرها، خلنا نقرب عليها. السيدة السبعينية التي وثقها أحد المواطنين تلملم بخطواتها شيئاً قد يخفف من معاناتها، لتضعه داخل كيس تسنده بظهرها ويظهر للعامة فقرها. من مأساتنا اللي ما يسلطون الضوء عليها، هذا طاها ربع، ذاك قبل ساعة قبل شوية طاها 500. هذا المقطع المتداول أعاد فتح ملف حقوق كبار السن في العراق وسط مناشدات بشمولهم جميعاً في رواتب الرعاية ليتسنى لهم العيش بسلام في هذا السن الكبير. وأنت ما رأيك بهذا الموقف؟ وماذا تقترح للحفاظ على كبار السن؟ هات تلقط بالزبالة وإلى الله المشتكى.